شيقة من أسماء عديدة من الثنايا الأبكار بين هذه المنافسات القوية والعملاقة. نتابع أيها الحبل الكريم على بركة الله انطلاقة الشوط السادس مرة أخرى الخاصة بالأبكار المهجنات الأصايل اللي انطلقت في هذه اللحظة لتتنافس مرة أخرى وظهور نجم آخر ونجوم أخرى في هذا اليوم كالعادة كما عودنا هذه الأسماء المميزة التي تشارك في صباح هذا اليوم من الأسماء العملاقة الرنانة ومن الأسماء التي صالت وجالت مع سن الإذاعة في الموسم الماضي. نقترب من البداية ونقترب من صدارة هذا الشوط والمركز الأول استفتاح من قبل الشاهينية لمبارك بن سعيد بن محمد الكليلي، هي الآن من تتقدم حولنا الكريم وتسير بالمركز الأول، تليها في المركز الثاني. في المركز الثاني هناك الظبي أحمد بن محمد بن سالمين المزروعي انتقلت إلى المركز الثاني، بينما المركز الثالث علي بن عبيد الاجتبي من يحتل المركز الثالث في هذه الأثناء ويقدم كذلك لنا الحذرة مطر بن علي بن عبيد بن رشيد يأتي ويحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع هنا مشاهدين الأعزاء براقة لسعيد بن ناصر الفزيرة المري من يتواجد على المركز الرابع. أما المركز الخامس فنقله إلى تواجد واحتلال حفلة لغلام بن موسى البلوشي، هو من يقدم حفلة إلى المركز الخامس، بينما المركز السادس حمد بن خيرات بالدوده العامري يقدم راهية في سادس المراكز. المركز السابع وصلت إلى أنغارة محمد بن سيل بن هيان العامري تتقدم نحو المركز السادس. المركز السابع وصل شعار بالضبيعة عبد الله بن سيف بالضبيعة الاجتبي ليقدم مياسة في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء. والمركز الثامن أو المركز الثامن بالفعل وصلت هملول محمد بن خليفة بن أحمد الرميثي. المركز التاسع شعار بن طحنون يتدخل الآن مع اليذابة فهد بن فهد بن طحنون الهاجري. والمركز العاشر هناك الذهيبة لسالم بن محمد بالضبيعة الاجتبي من تقدم في هذه اللحظة مشاهدين الكرام وقدم الذهيبة على المركز العاشر. هذه الأسماء الأولى أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء لمراكز المتقدمة المسيطرة والتي تسير بمسار الشوط، مسار التحدي، مسار المنافسة المميزة في انطلاقات هذا اليوم. نتابع ونعود إلى المركز الأول، نشاهد الصدارة الآن، تغيير من قبل مشاهدين الأعزاء، راهية اللي غيرت واحتلت المركز الأول، حمد بن خيرات العامري هو الآن من غير واحتل الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني هناك تواصل من الظبي أحمد بن محمد بن سالمين المزروعي من قدم الظبي الآن على ثاني المراكز، ولكن الظبي مسارها غير وتحديها غير في مشاركة مميزة. المركز الثالث وصل لفزير المري الآن يقدم لنا من خلال هذه اللحظات براقة سعيد بن ناصر الفزيرة المري، لكن هنا اختطاف من قبل أسطورة محمد بن عتيج المهيري وصل واحتل المركز الثالث الآن. وصل بن زيتون مشاهدين الأعزاء محمد بن زيتون المهيري وصل وخذ المركز الثالث. أما المركز الرابع الفزيرة يتقدم سعيد بن ناصر الفزيرة. المركز الخامس وصلت اليذابة فهد بن فهد بن طحنون الهاجري في المركز الخامس في هذه الأثناء، لكن هناك تغيير من قبل تواجد أيها الحبل الكريم هملولة محمد بن خليفة الرميثي وصل إلى المركز الرابع في هذه الأثناء. أما المركز الخامس اليذابة في هذه اللحظة لفهد بن طحنون الهاجري. المركز السادس مبارك بن سعيد بن محمد الكليلي هو من يتقدم ويقدم الشاهينية في المركز السادس. أما المركز السابع الذهيبة سالم بن محمد بالضبيعة الاجتبي من قدم الذهيبة على المركز السابع الآن. أما المركز الثامن نشوف التسلل في المركز الثامن هناك من الجانب الآخر الحذرة لمطر بن علي بن رشيد الاجتبي يتواجد ويحتل المركز الثامن. المركز التاسع وصلت التماس حمد بن فايل الزرعي يقدم التماس في هذه اللحظة. والمركز العاشر المركز العاشر الشاهينية لأحمد بن عتيج الرميثي من وصلت واحتلت المركز العاشر. هذه الأسماء المنطلقة مشاهدينا الكرام والتحديات المميزة في انطلاقات هذا الشوط.
هذا الشوط الذي يحمل أكثر من اسم مشاهدين الأعزاء من خلال تواجده فيه من خلال هذه المشاركة 28 من الأبكار المشاركات في هذا الشوط. لكن الجموع مشاهدين الأعزاء دائما عند الهجوم على مقدمة الشوط عند تحدي الشوط. ونرى في المركز الأول الآن الأسطورة من تغير على هذه اللحظات وتأخذ الصورة في مقدمة الشوط. هذه أسطورة لمحمد بن زيتون المهيري من يسيطر على مقدمة الشوط على المركز الأول على الصدارة الأولى. تقديم كذلك روح التحدي والمنافسة بينما راهية في المركز الثاني حمد بن خيرات العامري يتقدم الآن ويحتل المركز الثاني في منافسة قوية بين راهية وبين أسطورة في مشاركة هذا الشوط. إنها أسطورة الهجن مشاهدين الأعزاء في تحدياتها ومشاركاتها. المركز الثالث وصل بن طحنون ليقدم اليذابة. هذه اليذابة فهد بن فهد بن طحنون الهاجري إنها تحمل يعني عنوان قوي عنوان من اليذابة اليذابة اليذابة. وصلت الآن في المركز الثالث بينما المركز الرابع هنا أحمد بن محمد بن سالمين المزروعي يقدم الظبي. لكن وصلت الآن التماس وحمد بن فايل الزرعي يقدم التماس على المركز الخامس بينما المركز السادس اختراقا للصفوف من قبل هملولة محمد بن خليفة الرميثي وصل الآن وخذ المركز السادس أو الخامس في هذه اللحظة. نشوف المركز السادس. الله أول ندى لشعار بن جبرين. هنا تتقدم الحذرة لسلمان بن محمد بن جبرين هو الآن من يتواجد في المركز السادس في هذه اللحظة في هذه اللحظات هذه المراكز المنطلقة مشاهدين الأعزاء. المركز السابع عندك بضبيعة. المركز الثامن وصلت الآن لخادم بن عبد الله بن خادم القبيسي الضبية. المركز التاسع مبارك بن سعيد الكليلي بينما المركز العاشر هناك أحمد بن عتيجة الرميثي. لكن الأسماء مشاهدين الأعزاء تتخالط في هذا الشوط تتناثر يعني يختلط الحابل في النابل. لكن المراكز الأولى تبقى السيطرة حتى الآن واضحة من قبل أسطورة محمد بن زيتون المهيري لا زال يتقدم مع أسطورة في هذه اللحظات بمشاركة راهية حمد بن خيرات العامري بمشاركة اليذابة فهد بن طحنون الهاجري بمشاركة التماس حمد بن فايل الزرعي بمشاركة الظبي أحمد بن محمد بن سالمين المزروعي. وصلت هذه الأسماء مشاهدين الأعزاء والكل يبغي يخطف المركز الأول محمد بن خليفة الرميثي كذلك في صلب التحدي والمنافسة في هذا الشوط. وبن جبرين يتواجد سلمان بن جبرين اللي يتواجد مشاهدين الكرام ويحتل المركز السابع في هذه الأثناء. لكن نعود إلى المركز الأول عاد بن سالمين مرة أخرى عادت الظبي مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات عادت إلى المركز الأول. ونقول الكيلو الأخير الله يا الكيلو الأخير بدأ يرحب بالوايزين بدأ يرحب بالواصلين. وهذه الظبي أحمد بن محمد بن سالمين المزروعي هو الآن يتقدم هو من يقدم الظبي على مقدمة الشوط. لكن حذاري يا بن سالمين لأن أسطورة موجودة كذلك تقدم من براقة موجودة أو هملولة محمد بن خليفة الرميثي أسطورة محمد بن زيتون المهيري وصلت الآن ووصل بن جبرين ليقدم الحذرة سلمان بن محمد الجبرين وصل الآن في هذه اللحظات من خلال المشاركة إلى المركز الثالث رابع المراكز الظبي لخادم بن عبد الله بن خادم القبيسي. لكن الله هملولة محمد بن خليفة الرميثي تغيرت الأحوال عادت راهية مرة أخرى حمد بن خيرات العامري. الله يا هذا الشوط جنونها راهية انتقلت مشاهدين الكرام. الله يا أبو رغش أنا هنا مع تواجد راهية حمد بن خيرات العامري غيرت النتيجة وأحوال هذا الشوط بعد ما كانت بالمقدمة لكنها خذت راحة قليلة عادت مرة أخرى لتتفوق بهذه المشاركة. سلام عيناوي سلام للطوية واسعد الله صباحكم وجود مورنينج على هذا الفوز والانتصار اللي قدم التراهية من خلال هذا الأداء رغش بن حمد بن خيرات العامري. تهانينا على الفوز وعلى الناموس والانتصار. بينما المركز الثاني هنا سلمان بن محمد الجبرين المركز الثالث هنا
لمحمد بن الشيب السبوسي المركز الرابع، حمد بن علي بن حنزاب يقدم جواهر المركز الخامس، المركز الخامس التماس حمد بن فايل الزرعي. مشاهدينا الاعزاء هكذا هي النتيجة في الانطلاق والتحدي والمنافسة حتى اللحظات الأخيرة، لم نتعرف على الفائزين لكن راهية كانت في الختام هي سيدة الموقف واحتلت الصدارة بعنفوان الفوز والمنافسة لحمد بن خيرات العامري. 9 دقائق 45 ثانية وفاء وتماما وكمالا، تهانينا والناموس على هذا الفوز يا ابو رغش. بينما المركز الثاني في الانطلاق والتحدي كان الوصول كذلك جماعيا في هذه اللحظة بين تواجد هذه الأبكار، وهنا محمد بن الشيب السبوسي هو صاحب المركز الثاني بتسع دقائق 47 ثانية 8 أجزاء من الثانية بعدما قدم الفاتنة في اللحظات الأخيرة، تهانينا والناموس. أما الحذرة في المركز الثالث لسلمان بن محمد بن سليمان بن جبرين، وصل واحتل المركز الثالث بنفس التوقيت 9 دقائق 47 ثانية 9 من الأجزاء من الثواني، تهانينا والناموس. مشاهدي